استهدفت أكثر من 24 نقطة تعليمية في الشمال المحرر وأكثر من 8000 طفل أقمنا أنشطة في مناسبة حملة العودة إلى المدرسة استهدفت الأطفال المنفصلين والمتسربين عن التعليم. قطعت عن المدرسة لمدة 5 سنوات لأن ما في مدارس فيها المخيمات وهلق أنا الصف الثاني. عنا في رفقات أصغر مني بس متشجعة وبدي معاهم. الصعوبات التي واجهتنا في هذا المشروع هو انقطاع الأطفال لمدة طويلة عن التعليم وصعوبة دمجهم مع أقرانهم نتيجة تفاوت السلك ما بينهم.